وينضم إلينا من دبي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب رائد الخضر للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. سيد رائد، بعد التحية، شهد مؤشر الدولار حالة من الاستقرار والارتفاع بعد حالة من التصحيح والتراجع التي شهدها خلال الأسابيع الماضية. ما هو المرتقب بالنسبة لتحركات الدولار الأمريكي في ظل ترقب الأسواق صدور محضر الفيدرالي الأمريكي؟ تماما، احنا شفنا الدولار الامريكي يقوم كمؤشر بالتصحيح خلال تعاملات هذا الاسبوع وعوده بعد فتره من التراجعات كانت للدولار امام معظم الضرائب من العملات. طبعا السبب في ذلك انه في عندي انا تصريحات متتاليه كانت لاعضاء من الفدرال الامريكي، اولا بانه هؤلاء الاعضاء اكدوا على ان اللهجه الاقل تشددا من على لسان الفدرال الامريكي هي غير صحيحه، إنما التوجه إلى مزيد من رفعات أسعار الفائدة، وأن أسعار الفائدة ستصل إلى مستويات أعلى من تلك التي كان مخطط لها مسبقا، بتأكيد على أن الفيدرالي سوف يبقي على سياسته النقدية متشددة. هذا تم ترجمته مباشرة بارتفاعات وعودة الارتفاعات على الدولار الأمريكي أمام بعض الضرائب. طبعا ننتظر محضر الفيدرالي وننتظر أيضا البلاك فرايدي أو الجمعة السوداء للوقوف على حقيقة أداء الاقتصاد الأمريكي. هل لا يزال مبيعات التجزئة جيدة؟ هل لا يزال الاقتصاد الأمريكي بقطاع الوظائف كان أظهر إيجابية وبشكل جيد؟ إذن على الرغم من أسعار فائدة أعلى، لا يزال يؤدي الاقتصاد أداء جيدا، وهنا يعطيني أريحية إلى أنه الاقتصاد الفيدرالي الأمريكي كسياسة نقدية مستعد لمزيد من تشديد السياسة النقدية وقادر على رفعات أكبر في أسعار الفائدة لمجابهة التضخم المرتفع. أي أنه على الرغم من التضخم المرتفع، عندي الشعب الأمريكي لا يزال يقوم بعمليات الانفاق الاستهلاكي بشكل واضح. هذه ما ننتظره يوم الجمعة. طبعا حتى الآن كل البيانات السابقة تؤكد هذا الأمر. أعتقد يوم الجمعة البلاك فرايدي ممكن يكون مهم جدا للحصول على ذلك. بالنسبة للمحضر الفيدرالي، كل ما نحتاجه أو ننتظره هو أن يؤكد على نية الفيدرالي تشديد السياسة النقدية دون أن يكون مذكورا نيته لتخفيف رفعات أسعار الفائدة في الاجتماع القادم بإجماع مطلق من قبل الأعضاء. نعم براد، أيضا تترقب الأسواق اجتماع بنك نيوزيلندا المركزي في ظل أيضا توقعات برفع كبير وغير مسبوق بسعر الفائدة. كيف أثر ذلك على الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي؟ يعني بالنسبة لاقتصادات الباسيفيك نحن عم نشوفها كانت مترددة في عملية تجديد السياسة النقدية، وذلك لسبب واضح أنه أصلا سياستها النقدية لم تكن بالتشدد الكبير الذي كان عليه سابقا. كانت أسعار الفائدة أعلى من تلك مقارنة مع الاقتصادات الأخرى الأوروبية والأمريكية على وجه التحديد، فيوجد هناك نوع من الاستقرار كان مؤخرا في هذا الأداء. بالتالي عملية رفع أكبر في أسعار الفائدة بالنسبة للاقتصاد النيوزيلندي ممكن أن يدفع زوج دولار نيوزيلندي دولار أمريكي يعني ارتفاعات أكبر في الفترة القادمة، ولكن عودة الدولار الأمريكي على وجه التحديد للارتفاع هذا الأسبوع ممكن أن تحد نوعا ما من هذه الارتفاعات الكبيرة يعني بالنسبة للزوج. حتى الآن أعتقد يعني أي تغيير في سواء كان بالاقتصاد الأسترالي أو بالاقتصاد النيوزيلندي للتشديد في السياسة النقدية بشكل أكبر، أعتقد هو عملية لاحقة ومتأخرة لن تكون ذات تأثير كبير على عمليات الزوج أو على تداولات الزوج، لأن الدولار الأمريكي أيضا عم يرتفع بشكل واضح.